وآخر يقول: ما حكم اقتناء الطيور ووضعها في أقفاص لا تخرج منها مع توفير المأكل والمشرب لها؟ لا حرج في ذلك. الطيور في أقفاص مع الإحسان إليها وعدم إهمالها لا بأس. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا مر على ولد لأبي طلحة أخي لأنس بن أمه كان عنده طير يمسكه ويقول: ما فعل أنت غير أبا عمير؟ إمساك الطيور ووضعها في البيوت أمر قديم، فإذا كانت الطيور يعني يعتنى بها ولا تقصر في حقها فلا حرج. يكفي منها ما يملك من شيء جارح في السوق باع يسمونها طيور الزينة. ما أنت على كل إذا صينت ولا تقصر في حد لا لا تموت. لا 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 لا